السكر وصل لـ60 جنيه ومحدش لاقيه، وكمان لسه هيزيد تاني، رقم يخد مش كده؟ لكن للأسف دي الحقيقة، أسعار السكر رجعت تعمل قلق من تاني وإحنا داخلين على رمضان. علشان كده الحكومة ومجلس النواب والغرف التجارية كمان اتحركوا علشان يسيطروا على الأزمة قبل رمضان. لكن يا ترى عملوا إيه؟ وأسعار السكر هتوصل لكام الفترة اللي جاية؟ وإيه سبب الارتفاع؟ كل ده وأكتر هتعرفوا بس تابعنا في الفيديو ده. بعد ما الناس فرحت بتراجع أسعار السكر الفترة اللي فاتت، رجعت الأزمة من تاني والكل بقى يتكلم عن كيلو السكر اللي وصل لـ50 ويمكن لـ60 جنيه كمان في بعض المناطق. وطبعا دي أزمة كبيرة، خصوصا إننا داخلين على رمضان. علشان كده الحكومة من وقت للتاني بتعلن عن مبادرات لخفض الأسعار وخصوصا لسلعة السكر. لكن يا ترى عملت إيه؟ شوف يا سيدي، وزارة التموين أعلنت عن صرف السكر الحر على بطاقات التموين للشهر الثالث على التوالي خلال شهر فبراير بسعر 27 جنيه للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من خلال 40,000 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، وهم المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتي. الوزارة بتصرف كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد فيها 3 أفراد و2 كيلو للبطاقة المكونة من 4 أفراد. كمان بتوفر السكر المدعم بسعر 12 جنيه و6 قروش للكيلو للمستفيدين من الدعم. لكن ليه السكر ارتفع تاني؟ هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة قال إن مفيش أزمة نقص في منتج السكر، لكن المشكلة في القرارات اللي حجمت بيع السكر الحر. ودلوقتي في 65 مليون مواطن بياخدوا السكر بالمجان على بطاقة التموين، ده غير إنه متوفر سكر إضافي بسعر 27 جنيه على بطاقة التموين، لكن المشكلة في السكر الحر. بس وزارة التموين أصدرت قرار بإن الشركات الكبيرة مسؤولة عن بيع السكر الحر وأمر بمنع بيع السكر لمحلات التموين. علشان كده محلات التموين حاليا اكتفت بسكر التموين على البطاقات، وده عمل أزمة بعد ما كان بيتم توفير السكر للمحلات بسعر 26 جنيه لبيعه للمستهلك بسعر 27 جنيه بس. والدجوي قال ان القرار وجه بتوفير السكر الحر للهايبر بشرط امتلاكها رخصة سرية. طبعا ده خلاه يطالب بإلغاء القرار وتوفيره لجميع المحلات علشان نحل الأزمة. ده كمان مجلس النواب اتحرك، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي اتقدمت بطلب احاطة للتوسع في زراعة محاصيل قصب السكر في مصر وبالتحديد في محافظات الصعيد، وقالت ان في الاونة الاخيرة شفنا ازمة في سوق السكر بعد نقص السلع بالاسواق والمجمعات الاستهلاكية بجانب ارتفاع اسعار المعروض علشان يتخطى سعر الكيلو حاجز الـ50 جنيه، وده سعر فلكي ومش مقبول ومش مناسب مع تصريحات وزارة التموين اللي اكدت اننا عندنا مخزون استراتيجي من السكر، يعني سبب الأزمة هو الجشع التجاري. لكنها قالت إن حل الأزمة هو التوسع في زراعة محصول قصب السكر وزيادة الرقعة الزراعية الخاصة به بدل من التوسع الكبير في مجال زراعة بنجر السكر. بس لو ده ما حصلش فإحنا هنضطر نضاعف الكمية اللي بنستوردها من برة، اللي هي أصلاً أكتر من 20% من احتياجاتنا، وتحديداً من 800,000 لمليون طن سنوياً، وده لو حصل فالأسعار هتزيد أكتر وأكتر. ودلوقتي قولنا بتشتري كيلو السكر بكام؟